يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أيها مثلا أمسلاي كمرن من بعد وين دي الناس إلى ربي ذي القرآن الكريم ذي الحديث من نبي محمد صلى الله عليه وسلم، السنة من نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات صدف تفصيل القرآن الكريم، ماشي صور سيدي ديبوين ولكن سيدي ربي يستهينان يقرد سيدي ربي الخالق بويس وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنه ماشي للهواء يهدر نصور صور سيدي بوين غنشتاقيا إنه ولكن دل وحي صور سيدي ربي أي سيدي يوسع كغيث مثلا. وسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكيز دي المعجزات دي تسفقين النبوينس بأنه بأنه رسول الله يفكيز دي المعجزات الغيبية الأمور الغيبية يفكيز دي خبر بلي أذيليت ماشي دي الوقت يديروا مجتاقين يدينا مجتاقين ولكن دي الزمان أرد يسن غفلو مينس السجينة بنهضر بفضل الله وبرحمته أفكرت تمسان يخبران الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أذيليت ذي لومين إنه دي يس الزمان أذيليت والأذيليت تمسان ذخل الأمين. الله أكبر. كيف مثلا فكي من دلائل دلائل النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم واللي ترى ذي الوقت 14 القرون يجين هي اقتدنا والسيئة أي مثلا ألا نتعيش إلا كنا قدنا في محمد صلى الله عليه وسلم إنك أذيت والسيئة ألا تنتعيش في الاثنين ووجد دليل بلي ماشي الإنسان إذ صور ست الدفكة ولكن صور سيد ربي سبحانه وتعالى. كيف مثلا خزر كان كي غادي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الحديث كيما وشبيح غادي تفقين كانت تمثال الا تنسعيش الساكي ديال عصرنا السبب في اللا غير في هذا الدار وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم و14 القرون هي يختدينا. الله اكبر. كان مثلا يقال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه الذي ندن في محمد صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عام. الله خزر كان يتمثل في سلكين يدار مشبهن فيه صلى الله عليه وسلم إند أدريت ذي المستقبل ذي الأمينون إند سيأتي على الناس زمان سن تفيد المستقبل إن أذليت ذي الأمين ثمسالكين ويجا نغدو دركان أن في محمد صلى الله عليه وسلم انطبقت 100% في المجتمع إذن تعيشوا المجتمع العالمي يتكي داخل التمسيح سبحان الله. كيف مثلا أدي قال أديس يوني وقت أدست لعوام في خداعين في العباد العوام في خداعي في العباد إنه وين يسكيدي من أثر نهدر الصح وين يهدر الصح أثر نسكيدي وين ممان أثر رد الخاين والخاين أثر ممان. الله أظهر كم جيد مثلا أدسى من وين يسكيدي من وين يهدر الصح أدسى من نارا الخير الذي تمنن والمؤمنن وتمنن. الله أكبر. إلد الذي قال إلد وينطق فيهم الرويبضة أدي تسنى ودي هدار ودي في الصوت ودي في ذقرويس ودي مكسما الرسول صلى الله عليه وسلم الرويبضة الرويبضة كما يتمثل ديون أمسلي ذا جديد غف الصحابة الكرام والسينارة ننس نشوف يا رسول الله شنو قال الرويبضة إنيس الرجل التافه الرجل السفيه الرجل يعني ونظر لنا أماكن القارب ونصف قبيلة يسينان سيدي شرقي ضيج يسينان قبلان لا علم ويسعى للعلم ويسعى للحكمة ويسعى للفصحة ويسعى للتمسي يعني يفهمها ولكن دواجين أريد في الرابع العباد وقال ده الضرب
عندي هضر في الاسم في الامور العباده. الله اكبر. السيد المسمقي ونزا في مسيريه سبحان الله. كما يتمثل ادي قرر مشبه النبي صلى الله عليه وسلم سياتي ادياس الوقت ديال المستقبل. يعني هذا الشيء التفصيل ويجي دي قرر مشبه النبي صلى الله عليه وسلم صلي في النبي عزيزا صلى الله عليه وسلم. الى ادياس غفي ادياس غفي العباد ان الاعوان في خداعين. الله اش يعني الاعوان في خداعين؟ هل ترى لك الاعوان في خداعين غادي عباد يدي خداعين؟ لكن انا نزار بلي اي مثلا مدن السنوات الخداعات سياتي على الناس سنوات خداعات الاعوان في خداعين معناه ماشي ذي الاعوان بالذات خاطر الاعوان ذي الوقت العام ذا سواس ذا سواس سواس 12 شهر معناه ماشي ولا الشهر خداع لا سواس خداع لا الزمان خداع لا الدهر خداع. ولكن داكين يبغى ما دينين بلي الاعوان شرط للخداع كل فرد للخداع يتسمى يخرب وين كو اكزدغن زدغي الاعوام ديال زدغي كعاش زدغي الاعوام ديال الروح العباد ديال زدغي الاعوام ديال ان ذي خداع حاشك غادي يرحم سيدي ربي داخلين الى خالد بن مره 100% المؤمنين دائما تشيلين في كل زمان وفي كل مكان. ولكن ماذا لما تطوق ثاني خداع عندها شهر تخرج من المؤمنين اللي غاصب القليل ديال هكا هي مثلا أدنى الزمن أدنى ذي خداع المرة غسل إلى أدنى كرا دروس وإذا كي كهدر تيدس وإذا كن لا ذي خداع كيف مثلا. ولكن الشاهد ماشي ذي العوام نير إيش خداعين بالذات إيجي فغاديني وشبح من فيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ذي حيفة ذي كشتغل إيجي عشم ذي العصر نير ذي الوقت نير الوقت العوام يجي إيجي ندو يجي مرة معناه ذي خداع المرة حاشي قد يرحم سيد ربي. إذا العوام يجي شرط شرط الخداع لعبة مرة جميعا إذ الخداع إذ المكر إلى أن يحول جالسا في جميع الأحوال في جميع الميادين في كل مكان في كل وقت حاشا يخدع حاشا المكر كتير هذا ربي عند المؤمنين الغش تخدع ثقرا والثيوفة مرة أكلات كاملة سبحان الله. هذا قد يقال الأعوام في خداعي معناه يشرب الخداع الوقت اليوم الذي يسن غفل من في محمد صلى الله عليه وسلم المعنى أذف سلط صفة الأخلاق من المجتمع الصفة في العين أذ مقابلت وفكت أدغيت كما قلت الصفة لهذا أرجو ربي جي مؤمنين إن السنوات خداعات ذي العوامة ذي خداعين الذي يسن غفل في عباد أذ أن يقلب الميزان ماشي الميزان من الصحة أنا سعوني غاشر ذخي مخلص ذخي ويونسل البطل أن يغيد الحق الحق أن يغيد البطل ثيدس أن يغيد الكتب الكتب أن يغيد ثيدس الخاين أن يغيد الأمين الأمين أن يغيد الخاين. إذن الميزان يقيم أفريد الصواب ماشي أفريد شيء بين ولكن دلعبس الله أكبر. أدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش مدة التفصيل بين ذي الخدعين لأن كان الزقل العوام اللي يسلغ في الميمس إنه يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق وين يشكي دي فنثر ليه الدرتيدس وين الدرتيدس ترى يشكي دي خطر ما لنقال فات الموازين مرين الميزان يغيب على خطر ماشي الميزان ربي غير مخيب لو كان الميزان ربي ولا هضر تيدات سلقين دائما تيدات يحمي ربي يحميني المؤمنين يحميني عباد وين شي دي فين اذكر ان اذكر اكره ربي اكره الرسول صلى الله عليه وسلم اذكر عني المؤمنين لو كان ذا فريد ربي ولكن ماشي للحق ماشي للشرع سيد ربي تسمعين ولكن تسمعين للهوى نسن ذين اثني يعني انت الرغبة تنسين الشهوات تنسين دين فغالة ذي تحلين دين فغالة تسعو دين فغالة تشم دين فغالة تعيش لهوى لسنك حكما إذا يغال ولا يقدر تيدس يغال يسكيد الرد يسكيد دين وين يقدر وين يسكيد دين الرد يقدر الصعب سبحان الله. كيف مثلا معناه ذي انظر بلي من دين سنوات خداعات باش انظر بلي الكثب يتشور المجتمع الكثب يكشم داخل إذا من المجتمع
يغني العبد يشكي الدفاع ولكن يتنفس من الدهبر ولا مزور ولا يكتب الدفاع ولا الدروس يكتب كل شيء يكتب الله أكبر يتسمى الكل يكشم الدخل إذا منيش يزدغ إذا منيش يزدغ ويش سبحان الله مثلا الكتب إن عيثر به قال سبحان الله ونشكي الدفاع قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن عرش بربي ونشكي الدفاع الكذاب يتولعي إلى قلع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتسكسل الناس أترى المؤمن إجمالا يخدم أتس تفرن إجمالي فغيو فريد الإنسان المؤمن إن يسل الصح وليش لعبد الغلطان دوني قصدي مو من الذي غلط حاجة على طريق غلط المعصومين حاجة الأنبياء الرسل ولكن من الصوت أن الناس أعطار المؤمن إجمال يشكي الدفاع ليس لا ويشكي الدفاع أخطر الكتب يتسوي عند الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يغضبه إن الذي يتسوي على الفجور والفجور يتسوي على جهنم الكتب على جهنم ما يستقر الزدخل يقول العبد الزدخل إذا من الناس غير جهنم يغني وغفيس إذا الإنسان المؤمن ويشكي الدفاع سبحان الله ولكن المجتمع عاجل مسفهامنا في كتب هربي وغاين دثلة دي كتب إخوان دي كتب يليون يزارة وغاية لهم بليس ذي الكتب السوقيس ذي الكتب إتصافيس وغاين دثلة تجمعي ثم اللغة اليوم لو نصفين دي الكتب أغنى جان بن جيبو منين ويوغان وينيك هدارة الصح قرسة يتواعز يمسك وغير هدار أهدارة مذيك لا ينتشر الكتب مرة أكوى وغيز مرة تهدار ما ظهر بلك يشهد سبحان الله سلام مليون فريد يتسوينا لو كان فيان يقالك يو ويقول فريد نصور وكينا أتعب دان سينيرا إذا لو تسق سينيرا ولا بنا هدار تين سوسكين اليوغان يتواعز لليوغان يطرف أم كان يعيش يقال ويدك يشهد ديفن ونتسح السبنت نتسينا كذان نثني مرة أكو تعيش يكتب إذا من سند يكتب أم عيش سند يكتب أم سلين سند يكتب الفعل سند يكتب ولكن ما ليش ولا هدرتين جالسة إذا أنت تسرعني شيء أم كان يعيش جالسة كذا دساء أم كان جالسة سبحان الله لو نحسب أحسب لمن سند سند خطرت ثغر العادة ثغر شنو إذا من سند مرة ثغر للحقيقة ثغر بالصح يكتبني يغر أمنها ولي تنفيس لكن إذا دولي قاعد دارم كانت تيدس أريو غاني جالس معزول اللي وعيد انطفت سوهي من الروس الله أكبر سبحان الله أم المفسد المفسد يتوقع من يخدم الرصاح يتولد إنسان المفسد فرعون عليه لعنة الله يتوقع سيدنا موسى المفسد حكسينا قال ذروني وقال فرعون ذروني اقتل موسى اجتياد رغب موسى ذروني اقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد مش يدير أدس ظهر الفساد بالقاعة إيش ينفعون نسي الغال أكثر من 90 يفضل لفن من بني إسرائيل يفغز دربي دخسيني ند الكلسي دربي أنا ربكم الآن إني سيدنا موسى إن فيم الرسول من أول العزم من الرسول إذا شجع سيد ربي إني شكش المفسدين هو قد المفسد يلقفنا اجتياثنا أكد دائما المفسد يتمقر ولك صحيح سمقر يتمقر يذن سيد المفسد الله أكبر كما يتمثل إذن المجتمع وين يهدرني كثير غروس يهدر صح وين يهدر صح غروس اللي يكتب والميزان يقيم السبب السنة نظر ند تسبب نزول وين يشكي دي بلا يهدر صح وين يهدر صح الذي يشكي دي في السنة نظر ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وين يلند الخائن ممان غروس وين يلند يمين رد الخائن تمنى له سبحان الله صلى الله في النبي عزيز صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ذي الناس عايش ذي العصر الله السليم الإنسان الأمين رد الخائن والخائن رد الخائن رد الأمين سوى ذن وين ممان سوى ذن سبحان الله وين يلند الخير تسمد سبحان الخالق الله أكبر كما يتمثل ثغال الخيانة تسجنت الصفة للمجتمع ثغال تكشف دخلي دمنا دخلي دمنا دخلي دمنا العباد وين حقيقة الكتب أكد الخيانة كنت دكويت كنت دكوي وين من حولي قدام يشتري كتب ولا بالخيانة يسعى يخسر هذا كذا إذا المجتمع يعني شو مزدقي
الخيانة وذيحه داخل زوران نسان وتسخانان أماكن يتنفسن ما تفكر أسلامنا هذا كتير ما تفكر ما يوعدك كي خايف ما تفكر ثمرض السر ثمرض سيبغنا أكيد ما تسوي ذلك شعب دي بغنا تجاورين ولكن ما تفكر إذا قرروا كتير شفر الغنى ذي خلنا مناف ذي خلنا منا سبحان الله كما يتمثل ولكن نشتكي من بيجي إيمان وغير المجتمع عن سلمرة يغار ذو الخيان وغير ذو منك نمو من لك نم يغار المعزول الزخر نم ورنت تسيد الخاين أم كان يعيش والمؤمنين الزخر للمجتمع ذو الخيان مرة الله أكبر ويزميلان يكشين درسن على خطر باش يسكشن باش تكشن الصفاقين الأمانة الزخر للخيان يسعى لك نم أسخر من تخازى بيتا في أذن لك أن يخدم المرأة في دم فعلونيس ويزمنا في اليمن على خطر زمنا ذا ثخانا زمنا تقرر في نسان ويخدمنا أمكاري يخدم الخائل أديا أينك خدم نسا في ديال في نكنو ورندني فور ناصر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كيف مثلا الخيانة ثعار مليح أسقليوني فضلك أكتي الشفا أفي دويض أدي صار الحليق يتعيشه أدي الشفا لفضلك رفع يديك أثني الشفا ماذا بدأولك أدي الحوية دي أسمى يسيني فضلك أذيك أخر أدي الشفا لفضلك إنك أماكن قامك نيم لمثل لقبيل مزيه حاجة اللي فهمها زي النثلة أكيد قرن لأنك السباح بيك كذا ذنبي هذه الحوية كذا اسمها يوي الفرنيني هذه الفوف ليش هذه يوي وكي الشفاية هذه الشفاية لك نعم أين تخلق زيت مرة أو كل عادة فين كل مرة أو كل أو هذه الشفاية لك نعم هذه هدف لك دي برا سبحان الله كيف مثلا ونايف شو البعيد عن جربين جلومنين السير لبلادهم أهدرت زمرة سعيشة بيبس الزمرضة تمنى الزمرضة أتجرد يكشف الدخل بخالي الزمرضة سبحان الله سيدة ربي حارم من اشتغل يقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون غروة تسخن سيدة ربي أتسخن الرسول صلى الله عليه وسلم أتسخن لما نذلون كل شوي إنه يخل ما أبشع ولاش دشوما ولاش دشوما إلا العمل الشنيع نيك ما أتخلض أتخلض يا عمل كاين أين قواعم أين سوا فضحن أين إلا يمسخ نيك ما أتخلض يا بنا أما ذا خانيك أما ذا دوكيك أما ذا حبيبيك أما ذا لعب ذا تصرف ذا لعب ذا لعب يجيدي فرمان نغف كيدي أمانا تسخلنا إنك ولكن دشو إلا نيكو وانشتاكي ماذا بالله تخلط إلا فيش تخلط لما نيس إنه دي ولكن إلا وين يتيوغان زرمي مثلا دشو يتيوغان أسماء الحسرة خيانة الأمانة وتسعى لزي غرورك وصال دشو يتخلط الله تنحسن في السعي غرورك في مسلقين في الناس غيف الفعل نتخلط بكر خطر طوال خيانة الأمانة يخنور معها وجب ذا الميتين ذا المهنة تجيبوا عن أكثر من العمل من أكثر من خيال اللي تخان بكنا يا إبن ذا ذا حسن لا تحسوا بكنا العمل اللي نتحسوا في شيء أرجو من جنوني سبحان الله استقسم كيونا أفل الخيانة أنا مستشهد ماذا في الخيانة إنيس نكين العقلية وسأغير كلام السرية في الدنيا نغدو الصفريس ثم ستجد الخيانة أي مثلا الخيانة أكد الكذب أكني الدكولن على خطر سنة صفة ثقيم مررت غير المنافق أنا ذا شو المنافق رسول صلى الله عليه وسلم إنك آية المنافق ثلاث
ماذا قال المنافق ثلاثة صفات ذيك ساعة؟ ماذا قال يهضر ذي شكيد؟ ماذا قال يوعد أذي خلف؟ ماذا قال يلوث يمنا أذي خان رمنا؟ إذن سنتقين دكرت على المنافق خذ كان يثمثل الخائن يسعى الصفة ذي المنافق وين يشكي فيني يسعى الصفة ذي المنافق وناتش ذكر سنات الصفات إكس عام ذي إكس عام ذي ثم ستقن النفاق أكام يثمثل. إذن أولا شا تعجب ماذا قلنا في النظر بلين الخائن أطفت دايما يشكي ديف نغوين يشكي ديف دايما دي الخائن الله أكبر أكام يثمثل. أول تعجيب فعلا ماذا قلنا يتمثل تظريب أول يسعى للخيانة ويرضي يكتب أكني الدكوين من نادي من نادي الخيانة أكني الكتب أكني الدكوين لعرض يلحاني يتمرن دخل إذا مسافر الخيانة مسافر وقيت الشغيش مسافر الخيانة أجر بيجيو أجر بيجيو ممنين ذي خان ذي خان يمانا سبحان الله سبحان الله إناس يون يوايد مثلا الناس ذي أمريكا وريدي الناس أخري في مأزق اليوم في مأزق إلا إنس تفيدوا ليه ماذا ماذا قلنا ما تزمرية إيه دي بانيت الشوات ما أشيت زرق يروح إنه ذات سياسي وجز ديماني اللي سات على رأك يوقف ربيهم إنس قارك للسائل اللي حق ولو جاء على فرس يعاوني في كيس دين أين إلا إنك زمان استيد في كيس دين إيه مدي قوينا دي قوينا كنا غادي ندوك الرئيسة ده شو مسينا إنس سجل خدمة ضرافة إنس خدمة ضرافة أسينا أين دوك الناس اللي ديدك نعم لخيان نعم أمن سام ينس خدمة لا فيها السجي معناه يتسمى يتشاهد بين خلاص وسيتسرر لمن نعم يزدي في كيف سبحان الله كيف مثلا الخيانة أكو ذي كثير أكن نعم الدكوين الخائن يشكدي ذاك الذاب وكذاب ذا الخائن أما كوستيم أن كوستيم الفيست صاصة الفيستا أكو ذي سروال بقي مخانا أكوستيم أكيد ماذا ندير الفيستا كنت سوى أكني الخيانة أكد الكذب أكني الدكوين ذي عبد إثنى سبحان الله كما يتمثل أنده لا الخيانة من سعر الكذب لا أنده إلا الكذب يقولش الخيانة سبحان الله شنا الرسول الشيح صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أقبل الذي ينزل في الناس الوحي أقبل قبل الإسلام أكي السوين الصادق الأمين الصادق حشتي تجلى الغروس حشتي تجلى الغروس والامين وذاف اليمنى المدلى اكس عالي يمنى اكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان كان هذا الاسلام لا ثنغن اسلام لا ثنغن الزين الزات بورث وندما اقص زين باللي هذا ثنغن في فريد دوك الناس شحال يتسل يفتي ثغرس كل مره لكم كل وشحال يتسل باش هذا ثنغن ويشوف غادي تسيد ربي شي المعجزه وتصاري لنا يجن علي بن ابي طالب اللي سار ولا مناف المشركين المشركين جن مناف غوري خطا نسى الصادق الامين سكن يتسال اللي قريش هذا والنيا يكسر لك ماذا في الغنس على مناف نسى الغوص دينا والتيجاه الناس علي بن ابي طالب شتينا ما تقول لي كنا غادا نروح لقد ابو بكر الناس شتينا ما تقول لي اتصرف لما يجيب كل يوم تصرف لما نفس ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخل من خالك دي الأمان الرسل منا يوليك يمنن وركا تسخانا بميليك خانا أكيد قالوا وشي إحنا نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق والأمين اسقال ذا نسان إحرم ما غيدا اشتدي إنا دوسكي دي فتارا وتسخان تارا أدي الأمانة إلى من يأتمنك ولا تخل من خالد سبحان الله كما يتمثل إذن ذاقين المجتمع المجتمع كذاب المجتمع الخائن انده دفض أني هذا فضل أن أدي في مجلس مسكين ولكن إجاه ضرتين سبحان الله كيف مثلا اليوغر لمن الخائن اليوغر ولا هدر الكذب اليوغر تسيت سيجاه ضر اليوغر ولا هدر تسيت اليوغر هذا الكذب المجتمع ما كان ده شو بمكان يكسع وحبيب ربي يزدغل الناس يون أم إيش اليوم الناس قناع فيه ده كلش قناع فيه مرة ما في كلش الناس حاجة الخيانة الخائن الناس خطر فيهم سلام ولون السلام والأمن ما دي غرديون الذخ يقول إيش الذخ يقول إيش بعد كي خان مكان تعمل بس كم مكان يسعى تقول ده نيك شو اللي شو ما هون كي جنة اللي حكون سيا وسيا مرة على على تصور على نشتيا خطر على نتعيش أي قعد هناك يا الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم تيا تكس ثقة الذخ يقول وزمرة تسعوا كافيوس دي من كي خان وزمرة الخائن وزمرة اللي غايم من دي محايد من الأسف الشديد لا السجن المجتمعات اللي نسعيش الكلام الخائن الفذقر ويستقاري معه
اللي يخسر اللي شعر اللي سبب كل هذا الشيء خذل أخطر شيء أخطر في الحوت قدام من العيفر مرة حش قال يا رحم سيدي سبحان الله هالغرس الأذنية ذويذك نيد ذويذك نيد الصح ماشي من الاثنين يتم تسكن شي بارنا تشم قبار في البارنا ما تشم قبار في اللمانة سبحان الله وجع يا ربي ذي مؤمن إليه مثلا إذن أمكاثة من أمكاثة من نظم خائني سكي ديفن ثبند الخيانة في الناس أمكن سمر هذا أمكن سمر هذا هذا طمر أكل يهوي سبحان الله سبحان الله ولكن أيه مثلا أو نجاه درنتي ذتسا أو نجاه درنتي ذتس غسل القليل جلنا غسا كان تشكيدي بغض غسو كتسام النار وغا كتصفر دي ولد سيدة ربي اطف دائما دي الصفة انك حب سيدة ربي سبحانه وتعالى اذك تشيد الجماعة ولو كان واحد كيف الليل عاقل تسوي ذلك صوفي خطر ما يلا سيدة ربي ذي وتسوي ذلك صوفي اكشي نينا ويني لا الممانن او انك نين اكسنن دا شي مقارن الرمانا ويسنن الحلال ذو الحرام إزران سيدة ربي يسعاد القوينس غاس مرنك ذو الخيل وتسوي ذلك إذا تشيد الجماعة غاش واحد كيف ليه خطر مين ربي يكون تسوي ذلك كشاني ويش ولكن اثبت غف دينيك قل دائما في الصفة لنا الأمنة في ليه مهما كانت الظروف تخرك لي فغو حسبك حسبك من دم ذو الخائن ولكن تسوي ذلك كشاني سعو كان سيدة ربي سبحانه وتعالى غورك غورك ذاك يروح في الجبرو غورك انت اذك تشيد الجماعة ولو كان واحد كيف تسعيش الله أكبر كان يتمثل خسر كان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا معجوز أدي قال في قرب السنوات الخدعة شكلا يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق أذن وين يسكيدي من أثر نيس أثر نيه برتيس وين جه برتيس أثر نيسكيدي أكام يقال ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وين لند الأمين أثر من الخائن وين لند إذا الخائن أثر من الأمين صفة الاستيثاق صار كيف مثلا كي دقاء أدي خوة ينطق فيها الروم البيضة أدي أي هدر العبد أفلوم والعيلة مرة الروم البيضة يقول سينام السحابة رضا لهم جميعا مهما كانت ثقوض المستوى اللغة ذي الوقت ذي الوقت ولكن يقول دي مسلاهم وذن السينام السنة دي بوين دمج ولو صغور سيدة ربي عزيز سبحانه وتعالى انسيت ينسيست ديننا بغنز محمد رسول الله إنه وينطق عليه وينطق عليه وينطق فيه الرويبضة ننسى وما الرويبضة يا رسول الله ايش الرويبضة يا رسول الله ينسى الرجل التافه يتكلم في أمور الناس تصديع البعيد غنز ربنا ينجمني والسينار الدنيا دشوس ويسعى على التجربة ويسعى على العلم ذا الجاهل ويسعى على الخبرة ويسعى على الخبرة ويسعى على الحكمة ولكن مزمرة اللي تعجب العمل ذي عبد ذمكي قد يغير ذي هدر في الأمور العامة داخل المجتمع ذي ثمان كتفية للخيار إذا من نسمى الله حجر الخيار ما تيزدغن حجر الكتفية تيزدغن ما حتسمى دي ييون ذا الرواي بيضا ما ردي هدر هدر والسجن أن نسمى قيس نسمى قيس ذي العصر ما ذي نشتني تيمي ذا يجين إذا بيجي من صرارة من بذلا ندل القبلة اللي يجي يرفع عن الصوت نسان ويجي يرفع يقرر نسان ويجي يكشع يأمن نسان ويجي ذاك تزدر مرة الرواية يتزدر مرة الخيانة يجزر يكلي الله أكبر أتصبر وينك أنا يجي هدر التيدت تصبر وينك أنا يسعر كلي يقول أنا كنت جامي تصبر وينك أنا يجي زمرة اللي يخدم اللي يخدم نصحة كنت ناسي دربي معزول دي العصراك سبحان الله كما يتمثل إذن الوكيم الوكيم هذا العصر يجيم الأحوال نزمانة كي ينسى عشاكا في السلم ويقرب قيام الساعة ما ظهرت صفة ذلك قريب قيام الساعة قريب أسفاء الدونيز ما كان يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا والساعة كهدين نكين أكل الساعة لك البعثة للرسول صلى الله عليه وسلم أكل الساعة ميقرب يقول جلس والصفة ذلك إدنو ذلك السلبية من علامات الصغرى انقيام الساعة إيه مثلا تشك صبغا يعني
أنشتين بشر الدين هذه العصر قلنا سبحان الله فمزورد الجهل ونسي ناس يقل عقيب اليوم الجهل العدد يلوسي ناس يضربين ويسي نال الحق ويسي نال الإسلام ده شوف الإسلام يغدي تحذر أن السين سيد ربي لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسم خدمنا نشريك والكتب ذي حرام والخيانة ذي حرام وشهادة الزور ذي حرام ما السلاليون يسكد ديك رسالة السيد سيد الضرب ما السلاليون يهدر انتين سيد ذي سكد ضرب تعقل بليت شهادة شهادة الزور وتظلت بليت سحيدينا ولكن إذا منك ذي الخيانة كذي كثير مزدغن وتشهد شهادة الزور والرسول صلى الله عليه وسلم إن ألا أنبئك بأكبر الكبائر أكبر الكبائر ده شفت يا رسول الله أكبر الكبائر إن الشرك بالله تخلط شريك في سيد رب أتعبد ماشي سيد رب أتعبد تخلط شريك في سيد رب أتعقب الوالديني كازم تفض تزي الوالديني أتعقب الوالديني الرسول صلى الله عليه وسلم يتص يسن ذاك يغالي كرب يقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور أرمي الصوت من السحرة والله من جميع الناس يضحكون يندن الناس لا يا ليته سكر من ماشي وقاذن في الناس يحشر دي قرأ ألا وشهادة الزور وكن يعني مقرد تمسات شهادة الزور ما سند الخائن 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 سند الشيء ممارد ما السلالي وين مؤمن السلالي الشيء الخائن ما السلالي وين يهدر الصحة السلالي تسكي ديبا ما وين يهدر نيكتب السلالي كشتا هدر الصحة فهي قناة شهادة الزور يقول لك هذا الميزان العصري العصري اللي نسعيش يقول يا روان الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث قلنا ده دي لغة في الأمة في عباد ولا تنسعيش السيارة إذن وقيد الجهل إذن مثلا تخلو من الشهوات للنفس في عباد المهمة تشمل المهمة تشمل المهمة تشمل يدري من الغرجي واش نتوقع هذا المعنى واش تحسب لي مانيش اساس تحشمل يدري من ماذا كما ذي الحلال ماذا الحرام ثم تحتشمل وتحتشمل الزران باللي ذي حرام لا تكبين ليس إيناش ولا تخدم على الخمر يجنزو الخمر يجنزو 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 الموت الغاشي ذي الموت بائع الموت يجنزو الموت الغاشي إيناش ولا دارهم براوين أكسينا والسوق على المعنى ده الطابق الطابق السوق على المهم استكشمنا غرجيف غرجيف ورم إيه مثلا ورم من أي غشيم ينعد مثلا سبحان الله وتذكرنا له تذكرنا له يوم وإذا رب اللي ما يعبد ضعيف بالليل كل يبوسي قاعد الفلس ينقصد الجس ينقصد ذي العمري سليت الدول سيد ربي ولا قرار هذا في يوم هذا يعقل بالليل والسليس محش شو أحسن من غرسي الأرضي من كل يوم بسي قاعدة ذا قرب يقرب يقرب على الورس أدي أبو الملك الموتى ذا قضى روحي سأل يروح غرسي الأرضي وذا نقصي من القصة العمرية سيدوني أن ينحو غير أخلاق سبحانه وتعالى أن دلان يجدو ذي أن دلان وإذا كتسمى روحن أن دلان وإذا كنين يقول لك أن الغشي تسمى قيطة تبع تنفير بويت الغفتوية تنسل ألف مقبرة روحن أبقى فيني الأعمال نسن لذلك نسن ألي يوم كل إنسان كل نفسي دائقة الماء سبحان الله إلا قد ألي أقل لعمل أثيد سلكي ألي وخالي إلي بلايكين يغيس ربيه سبحان الله ويستم غشي الحرام يقنع قيك تفشي أكبر الحرام تجارة الحرام ولسن تقال المعنى المدخول نسن ماذا كما ذي حرام نخطي ماذا كالشوبها يغل الحرام تبيث ثقافة للمجتمع يقال سيد ربي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم بسم الله سنة التمثال أماكن وين يتشاني حرامي الغمانيش ولكن ذي العصرية ولسن تقال المعنى سبحان الله ما يعيش يعاك طول العمريس يتعيش كتشبنز دي دري من القرآن ولكن دي حرام أتسوح هذا أي قوة سستمد أي قد خدم بكثر يوهي ربي أثنى دي حرام ونشتمي رأس إنسان مؤمن إلى قاسيينية إنسان مؤمن نصيحة إلى قاسيينية إنسان مؤمن يتنصح ولكن فابيس يعرس ضربة مرة وكوين أكلي منك نزدخي الخطر اسم الله هذه السكشمين يقوم بها لي عقيم دريد أستوضر المرة في دريد وفي قبل الوادي كرام منك نتنصح لك سبحان الله التميت مثلا تجار الحرام لمن الحنث ثلش التيسام لأرشاوين ثكل المكان الرمانات
واش توقع عليه معنا ماذا قلنا اللي حيينا اللي حرام الله اكبر كان يد مثل اذا عندنا في محمد صلى الله عليه وسلم 14 قرون يقدر نقول غرس اين ديننا نقول غرس ذا قلنا نعقل بلي غير ديننا سيدي ربي فلس الا ان دوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ماشي صغور سيدينا نشتري صغور سيدي ربي صغور سيدي ربي يدي روح 14 قرون يقدر يقدر ديننا اقل غير 19 سنه اللي راه صرنا ولكن ولا عجب ذو نشتري اي خطر لان في محمد صلى الله عليه وسلم صلى يتغفر النبي عزيز صلى الله عليه وسلم وثقلين من الدلائل من النبوه من الدلائل يغدي تبين بلي محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.